وانا بشرف ان انا قاعد في وسط كوكبه من الاساتذه، علي رمزي ابن الدكتور علي، سعاده الاستاذ العظيم النائب دكتور عز الصاوي، دكتور اكرام رئيس القسم الحالي دكتور نبيل فرج. يسعدني ان انا اقدم هيقول التوك النهارده عن الميموريال ليكتشر اوف بروفيسور علي رمزي، ذا ليت بروفيسور علي رمزي دكتور ايمن ابو مجد بروفيسور اوف كارديولوجي الازهر يونيفرسيتي. اتفضل. انا كنت بقول دايما على الدكتور علي رمزي ده ان هو محمد علي طب القلب في مصر. ما فيش حد في القاعه ولا في اسم من اقسام القلب في جمهوريه مصر العربيه ما استفادش من الاستاذ الدكتور علي رمزي. الحقيقه هو طور جميع اقسام القلب في كل الجمهوريه. دكتور علي رمزي Legacy of a true giant. عملاق حقيقي. What is a doctor? الطبيب، مهنة الطب والطبيب. الطبيب يقوم بمهنة تعتبر في كل المجتمعات أرقى وأعلى المهن وأكثرها احتراما. فهو يقوم بعلاج المرضى وتخفيف المعاناة عنهم وإزالة الآلام، ولذلك يستحوذ على حب واحترام وتقدير أفراد المجتمع. كثيرين جدا من الأطباء يقومون بهذا الدور المهني الشريف الراقي والمجتمعي ويجيدونه. الدكتور علي رمزي كان عملاق في هذا المجال. البروفيسور بجانب مهامه كطبيب، أستاذ الجامعي مطلوب منه أن قيام بالعديد من مسؤوليات الأخرى، فهو يدرس ويقوم بالتدريس للطلبة أو للأطباء، لصغار الأطباء والنواب، والمرور على المرضى مع الأطباء، إلقاء المحاضرات، الإشراف على الرسائل العلمية، والمشاركة في المؤتمرات الطبية. والبعض يقوم أيضا بدور هام في الجمعيات الطبية الخاصة. كلنا عارفين الدكتور علي رمزي كان رائد بايونير في القسطرة، وكان رئيس جمعية القلب المصرية لسنوات طويلة عديدة. بعض الأطباء قد يصلون إلى مناصب إدارية عليا. دكتور علي رمزي كان نائب رئيس جامعة عين شمس. He was also a giant of a professor. A mentor. أنا دورت على تعريف كلمة منتور، لقيت أن المنتور هو المعلم الصادق المخلص، وهو يتسم بصفات معينة ويقوم بدور واحد، يدرس ويعلم، أدفايزر ناصح، يقوم بإلقاء النصيحة الصادقة، سبونسر راعي مصالح المنتيز، الناس اللي هو بيرعاهم، إذا كوتش مدرب، لأن الحياة معقدة وبها جوانب كثيرة ومختلفة تحتاج رعاية للأصغر منه، إذا رول موديل قدوة ومثل أعلى. نمرة 6 confidant، يعني كاتم السر. دكتور علي رمزي كان كل دول. qualities of a mentor، ما هي المؤهلات التي لابد أن توجد في المعلم الصادق المخلص؟
نمرة واحد، لابد أن يكون ذو ثقة واحترام للإكسبرتيز في مجاله الخاص. نمرة اثنين، لازم يكون عنده الرغبة في مشاركة الآخرين ما توصل إليه من علم معرفة وخبرات. نمرة اثنين، لابد أن يتسم بالإيجابية والحماس. نمرة ثلاثة، يجب أن يعطي النصيحة الصادقة المخلصة. نمرة أربعة، لازم يكون عنده المقدرة على الإنصات، يستمع للآخرين كي يفهمهم. نمرة خمسة، a growth mindset، تفكيره دائما في اتجاه النمو، الوصول إلى الأفضل. نمرة ستة، دي مهمة جدا، كلهم مهمين، do not judge others، لا يحكم على الآخرين، لم يحكم على أحد. نمرة سبعة، feel responsible for others، يشعر بإحساس المسؤولية نحو الأصغر منه. نمرة ثمانية، عنده المقدرة على قراءة الآخرين واكتشاف مواهبهم وشخصياتهم وإمكانياتهم، وبالتالي يقدر يدي نصيحة مختلفة لكل شخص بناء على مؤهلاته إمكانياته ومواهبه. دكتورة ميرفت أبو المعاطي لما اتكلمت معاها قالت لي الدكتورة علي رمزي طبعا أفضاله كثيرة جدا ومتنوعة في جوانب مختلفة سواء مهنية أو شخصية، ولن أنسى أبدا دوره الرئيسي والهام جدا الذي جعلني أتجه لإنشاء أول working group of electrophysiology of EPS and interventional therapy. دكتور أمين فؤاد مش من عين شمس قال لي وأنا نايب صغير كنت في مستشفى، الدكتور علي رمزي راح هناك وراح يشوف حالة كانت حالة معقدة كانوا الناس متلخبطين فيها، وبعد أنا شخصتها أنها بالمر إمبوليزم والحالة ما كانتش واضحة لكن طلع التشخيص مظبوط. أنا كنت لسه نايب صغير كنت بخاف اصلا اكلم الدكتور علي رمزي، بيقول لي الدكتور علي رمزي صمم ان انا اجي، قال لي انت هتيجي في الكونفرنس يوم الثلاث وهتقول للمتقدم الحاله دي، العلم ليس حكر على احد. قصه مؤثره جدا في طبيب في بدايه مشواره الطبي. نمره اثنين، حكالي ازاي الدكتور علي رمزي كان رايح يكشف على مريض في مستشفى، ولما راح هناك اكتشف ان دكتور زميل هو اللي بيعالج الحاله. الدكتور بيقول لي الدكتور علي رمزي كان حاد جدا مع اهل العيان وشكر جدا في هذا الزميل وقال ده عالم وعلى ذو خبرة عالية جدا، وإحنا أنا شفت الحالة القرار هيتم بعد ما إحنا نتكلم مع بعض ونتخذ القرار سوي مع بعض. لم يستغل إنه هو أكبر، بل استغل إنه أكبر في إنه يكبر من حوله. دكتورة هبة عطية تقول لي لن أنسى أبدا نصائحه الصادقة المخلصة بدون أي عائد له، كأنه متولي أموري المهنية
والاجتماعية، أثر في جميع جوانب حياتي في جميع الاتجاهات. لن أنسى أبداً أبداً رعايته لي كأنني ابنته. دكتور حسام أنديل حكى لي إزاي الدكتور علي رمزي كان في موقف يخص الدكتور حسام، وكان كان بيتعرض لظلم بين، والدكتور علي رمزي من عين شمس مش من قصر العين، لكن هو لما عرف تدخل تدخل حاسم جدا بالطريقة اللي كلنا عارفينها، زي ما كان بيقول الطريقة الرمزوية، صادقة مخلصة قمة الإخلاص، وتدخل وحل المشكلة ومنع الظلم عن الدكتور حسام. صديقي دكتور طارق زكي حكى لي ثلاث نقط معينة. قال لي أولا سنة 86 أو 87 لما أنا كنت عاوز، ده بلسان طارق، لما طارق كان عاوز يروح يتعلم توسيع الشرايين التاجية في فرنسا، وما كانش فيه ساعتها حاجة اسمها إشراف مشترك، وكانت حاجات معقدة جدا. كل رمزي سمعه قال له بكرة الصبح الساعة 8:15 تكون عند بيتي، هنروح لرئيس الجامعة وهنتصرف بالطريقة كده بالظبط، وأظن كلنا عارفينها. وخد طارق اللي هو كان طبعا في بداية مشواره المهني، وخدوا لرئيس الجامعة، وفي الحال تمت الموافقة على الإشراف المشترك في فرنسا في مكان ممتاز جدا. وبيقول لي مش بس كده، ده طارق كلم حد عشان يجيبوا له الفيزا كمان، ده الدكتور علي رمزي كلم حد عشان يجيبوا له الفيزا بأسرع ما يمكن عشان يلحق البعثة. نمرة 2، طارق بيقول لي لن أنسى لما الدكتور علي رمزي جاله نيوموثوراكس وكانوا عايزين يسفروه بره يتعالج، لكن بحسه الوطني رفض تماما، قال لا احنا نتعالج هنا، انا ثقتي 100% في الاطباء وزملائي الاطباء، انا مش هتعالج الا هنا في بيتي. وفعلا قد كان. نمره 3، قال لطارق يا طارق الساينس مش كل حاجه، الساينس مهمه لكن ما تنساش انها متغيره، الاهم ان تمارس الطب بصدق وكرامه وعزه نفس وحكمه، وهذا لن ياتي الا من خلال الثقافه، والثقافه تاتي من القراءة في أمور خارج الطب، ده ينمي عقلك وينمي وجدانك ويعطيك الخبرة والثقافة، وده هيفرق معاك في حياتك كلها. حكم دكتور وجدي جلال حكالي قصة انه ازاي، طبعا الدكتور وجدي عنده قصص كتيره جدا، عشره عمر عنده قصص كتيره، لكن اول ما سالته قال لي اول حاجه دي اول حاجه جت في ذهنه. قال لي ايام الدكتور علي رمزي ما كان نائب رئيس جامعه كان في مشكله في احد الاقسام، ان كان في واحد مفروض هيترقى في اسم خارج القلب تماما، قسم آخر بعيدا عن القلب، وإن هو كان مفروض عنده لجنة ترقية، وكل شوية يحط الإعلان ويحددوا الميعاد ويروح، والمشرفين ما يروحوش مرة واثنين وثلاثة. طلع إن كان فيه حد عايزينه، كان الهدف إنهم يأخروا هذا الطبيب عشان حد يسبقه، وحد ذو صلة ب
احد الوزراء الدكتور علي رمزي كان نائب رئيس جامعه. فهذا الطالب راح للدكتور علي رمزي حكى له القصه. الدكتور علي رمزي طبعا بذكائه فهم القصه على طول، قال له بكره الصبح تجيلي هنروح لرئيس الجامعه. وراح لرئيس الجامعه وحكى له وقال له احنا هنغير المشرفين وهنعمل لجنه جديده، وفعلا تم ذلك، وهو يعلم انه سيكون هناك عواقب لذلك، ولكنه كان ينتصر للحق. كونت لجنه جديده، ولجنه جديده راحت في الميعاد وتمت الترقيه. موقف بعيد عن القلب وبعيد عنا تماما، لكن يمثل جانب هام جدا من جوانب شخصيه الدكتور علي رمزي. كر اشرف رضا قال لي انا ما كنتش مصدق مدى اهتمام الدكتور علي رمزي بيا وانا لسه صغير. لما جيت له وقلت له انا بفكر اعمل شعبه جديده، كنت انا بتهته وقلقان وخايف، لكن هو شجعني واداني حماس وتفاؤل ان هنجح، وقال لي بمجهودك ان شاء الله هتعمل الشعبه وهتنجح. وازاي ان دور الدكتور علي رمزي كان كبير جدا 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 في تشجيعه انه يقدم على المغامره حتى النجاح. مدام فتحيه، مدام فتحيه زي ما احنا عارفين لها علاقه قويه جدا بالدكتور علي رمزي، وقالت للحقيقه تاثيره كان كبير جدا، الواحد مش عارف يقول ايه ولا ايه ولا ايه. قلت لها طب قولي لي اول حاجه تخطر في بالك. قالت لي مره رحت له قلت له يا دكتور علي في دكتور صغير، دكتور فلان، دكتور صغير له طلب عند حضرتك. قال لي تقولي له يجي لي، هو خايف مني ليه؟ انا ما بخوفش، انا اي حد عاوز حاجه اقدر عليها انا هعملها له. اي حد يجي لك يطلب حاجه خليهم يقولي ما يخافوش. جانب اخر دكتور عادل التربي قال لي دكتور علي رمزي غير مجرى حياتي تماما تماما. اولا لما اختار طارق زكي وانا ان احنا نتعلم البالون ميترال فالفو بلاستي، ودي كنا اول اتنين وتعلمنا كويس، وبالتالي قدرنا ان احنا نعلم الاخرين وننطلق في اتجاه الانترفنشنال كارديولوجي. نمرة اتنين ان الدكتور علي رمزي كان له دور كبير جدا وحيوي جدا وهام جدا في تحفيزي ومساعدتي ان انا اكون شعبة جديدة في ذلك الوقت، شعبة الثرومبوزس والهيموستيزس. حاجتين دول خلوني رائد وغيروا مجرى حياتي تماما. دكتور محمد صبحي قال لي انا ما كنت مذهول لما فوجئت بيه مره جايب، كان قبل انتخابات جمعيه القلب، وقال لي انت لازم تخش، انت اللي لازم ان شاء الله تكون رئيس جمعية القلب القادم، وانت هتاخد الجمعية في افاق عالية. عنده مقدرة انه يشوف يقرأ كل واحد ويعرف مؤهلات وامكانيات كل واحد ويوجهه عشان يطلع احسن ما عند كل واحد. دكتور هاني راجي لما كلمته وسألته قال لي دكتور علي رمزي كان عنده عفوا كان عنده
إحساس بالعدالة قوي جدا، وكان بيهتم إنه يدي اليونج إكزامينيس اللي داخلين الامتحان الدكتوراه حقهم. وده كان له دور كبير جدا، إن أنا اللي من خارج الجامعة في ذلك الوقت كانت حاجة نادرة من معهد القلب، قدرت إني أخد الدكتوراه من أول مرة. جانب آخر، دكتورة إكرام حكيت لي، تقول لي أنا أول ما دكتورة علي رمزي ذو هيبة وضخم ومقام عالي جدا، زمان في البداية كنا مخضوضين منه، فأول مرة فنادرا فالواحد كان بيخاف يكلمه. وبعدين مرة في أحد المؤتمرات كنت قاعدة جنبه، وهو طبعا ذكي جدا وبيفهم وبيلقط كل حاجة، لقط إن هي عندها تردد إنها تتكلم معاه، فقالت هو حس، ففي الحال ابتدى يتكلم معايا على مدى تأثره بوفاة والده وهو في سن صغير، وإن إزاي دي أثرت فيه جامد جدا. بذكائه وحكمته كسر الحاجز اللي ما بينهم وابتدت تتكلم معاه، وأصبح هناك علاقة مهنية وشخصية راقية وجميلة طول العمر. وبعد ذلك ساعدها كما ساعد الآخرين في إنشاء أول شعبة for women's cardiac health. طبعا دي شعبة مهمة جدا، ويعني مش عايز أقول إنها الموضة الكام سنة اللي فاتت واللي جاية في جميع دول العالم. دكتورة فوزية دمرداش قالت إنه أسطورة وعملاق حقيقي، هو اللي صمم إن أنا كنت بطنة، هو صمم إن أنا أكمل وأخد دكتوراه في أمراض القلب. كان ملهم لي وللآخرين عشان كي نكون أفضل. وضع فينا الأمل والحماس بابتسامة وحس فكاهي نادر. كان عنده رسالة في الحياة، مساعدة الآخرين والتأثير على الآخرين بأسلوب في اتجاه دائما إيجابي. دي مميزات نادرة لن ننساها أبدا. طارق حفني شركة المصرية للتوريدات قال لي أنا عمري ما هنسى زمان والدي، كان في معرفة خفيفة بين والده الله يرحمه دكتور علي رمزي الله يرحمه، وبعدين والد طارق الحفني كان تعب وهو كان في الأقاليم. حكالي زي الدكتور علي رمزي ركب عربيته وساق 5 ساعات في جو سيء جدا عشان يوصل لحد هناك ويعالج والده ويطمن عليه. نوبل جاينت. دكتورة منى أبو السعود قالت he would continuously يديني advice، نصائح مهنية طبية. وبعدين لما خلفت وانا في مستشفى النزهة، اول ما فقت من البنج لقيت بوكي ورد من الدكتور علي رمزي. اما انا اقول عليه my professor، my advisor، my psychologist، my mentor، my friend. اقدر اتكلم، محتاج ايام عشان اتكلم على علاقتي بالدكتور علي رمزي، ومش سر تعلمت منه حاجات كتيرة قوي في كل الاتجاهات، وفي الاخر كنا اصدقاء، كنا نخرج نتغدى سوا. بس انا هحكي حاجتين. واحد، لما سافرت امريكا
وبعد كم شهر كان في مؤتمر جمعية القلب وهو هناك. طبعا أنا قلبت الدنيا، ما كانش في موبايل ولا واتساب ولا مسجز، قلبت الدنيا لحد ما عرفته هو فين ورحت له. فبيقول لي أخبارك إيه؟ قلت له أنا بصحى الساعة 4:30 الصبح عشان أكون جوه أوضة القسطرة 6:15. بصلي كده قال لي كويس، مهم إنك تتعلم، بس يا أيمن الأهم إنك تشرب بيفكروا إزاي، تشربها كويس ولما ترجع تنقلها في مصر. جملة عابرة بالنسبة له، يمكن هو عمره ما هيفتكرها، بس الحقيقة دي حياتي كلها، حياتي وفي كل محاضراتي، أي محاضرة اديتها في أي وقت هتلاقي الحتة دي جواها. نمرة 2، بعد كده لما رجعت ابتديت اشتغل بداية توسيع الشرايين التاجية، احتضني تبنيني، كنا بنعمل حالات سوا، وده شجع ناس تانية تجيبني واشتغل. وبعد فترة كام سنة، الواحد كان صغير اصطدم بالواقع، طبعا واحد قليل الخبرة وقليل الحنكة في ذلك الوقت، دخلت في اكتئاب. قلت له ايه ده، انا متضايق وجاي لي عرض من السعودية بفكر جديا اروح. قال لي انت مزنوق ماديا؟ قلت له كلنا مزنوقين. قال لي يعني مزنوق قوي يعني؟ قلت له لا مش قوي. قال لي انت عايز تعيش بره ولا عايز تعيش في مصر؟ قلت له عايز اعيش في مصر. قال لي خلاص كفايه عليك اللي انت قضيته في امريكا، مش هتسافر تاني بقى، انت تقعد هنا، انت حظك وقدرك ان انت رجعت في بدايه ثوره. ودايما لما بيحصل كده هيبقى في ناس متضايقه منها، ناس مش مقتنعين، في ناس النفوس مختلفه. يا ايمن دي طبيعه البشر، مش في مصر ده في العالم كله، انت لازم تفهم القصه مش ضدك، دي طبيعه بشريه وده قدر. وانت تقعد هنا لو انت عايز تعيش هنا. نصيحه صادقه امينه 100%، وطبعا مع حق في كل حاجه. ما هو التراث الدكتور علي رمزي؟ تراثه كلنا، ومسؤوليتنا ان احنا نفتكر هذا التراث الراقي النادر الجميل، ونحاول نطبقه في حياتنا. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. خلاص يا ايمن، thank you very much ايمن for this very comprehensive presentation about our late professor علي رمزي. انا بس عايز اقول حاجه، انوه بصفتي بعلاقتي الشخصيه، انا الوحيد اللي ما جابش سيرته في البرزنتيشن دي بسبب ظروف عندي، انا منعتني ظروف ان انا اتواصل مع ايمن عشان اقول له مواقفه. لو كنت هو هحكي عن الدكتور علي رمزي معايا انا شخصيا، اعتقد كانت هتاخد اكتر من نص ساعه اللي هو اتكلم فيها عن كل الزملاء في جميع الاقسام في كل حته في ارجاء مصر. انا بعد اذنكم هخلي علي رمزي اذا كان يحب يقول حاجه، وبعد ما يخلص عشان من وقت المؤتمر اذا سمحتوا في الاخر نقف دقيقه احتراما لروح الدكتور علي رمزي اللي عايز يدعي له او يقرا له فاتحه او يدعي له باي حاجه، يبقى كتر له بعد ما يخلص علي في very short comment about his father. انا بس عايز اضيف حاجه، اتفقت مع طارق الحفني ان هيكون في جائزه ب50,000 جنيه باسم الدكتور علي رمزي لاحسن بحث ان شاء الله كل سنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور أيمن الحقيقة قال كلام كبير جدا في حق الوالد، فأنا بشكر الدكتور أيمن وبشكر كل أساتذتي الشير بيرسونز دي، أنا أصغر واحد قاعد في المنصة، وبشكر قسم القلب في جامعة الأزهر، القسم اللي أنا أنتمي ليه، على
الجسر الكريم ده منه. وطبعا على رأسه الدكتور منصور مصطفى والدكتور إسلام ان هم صمموا انه يكون هناك الميموريال ليكشن. هذا ابويا الله يرحمه، كنت هقول حاجة عنه، اقول انه يتميز انه كان راجل جدع، جدع بمعنى انه عمره ما حد قصده في حاجة وهو يقدر يعملها الا ما عملها بكل الصدق والاخلاص. وزي ما الدكتور ايمن قال كده، يا اما كان يرفع التليفون ويكلم البني ادم اللي هو منور دي انه يخدم ويقول للي قدامه روح له دلوقتي حالا ويتم، او يقول له ياخده من ايده ويقوم بالخدمه اللي كانت مطلوبه يعني. وده كان شيء معتاد يعني، ده تكرر almost يوميا. وابويا كان له كلمه الله يرحمه يقول لي يا ابني البني ادم في الاخر سيره. الحمد لله اتمنى ان تكون سيره ابويا سيره عطره. واشكركم جميعا على شكرا دكتور علي. برجوكم ان انا بس عايز اقول اضيف حاجه كمان، كان الدكتور علي بيه رمزي عامل من عمال الاسم او في الشارع، انا شفته بعيني وهو مروح اخر النهار الساعه 10 بالليل يقول له نبي انا عايز مش عارف اروح ايه او ليا توصيه ايه، يسيب اللي في ايده ويروح مع العامل البسيط ده يخلص له الغرض بتاعه. ده حقيقه الله يرحمه ويحسن اليه ويجعلنا خير خلف له ان شاء الله. دي لو سمحتوا نقف احتراما لروحه الطاهره. اتفضل نقف. شكرا لكم يا جماعه، شكرا. سيشن اكسكلود.